وصلت قافلة القلب الكبير إلى محافظة الفتر بإقليم البطحة بهدف تقديم مساعدات للمراكز التابعة للمحافظة. إبراهيم موسى محمد. بعدما قامت مؤسسة القلب الكبير في إقليم البطحة بتقديم الخدمات الإنسانية واللوجستية، جاء دور منطقة بحيرة فتري بقرية قنبر، حيث حظي المركز الصحي بقنبر الطاقة الشمسية بحضور محافظ منطقة بحيرة فتري إسحاق سني سقدمي، واستلم رسميا مسؤول المركز الصحي الطاقة الشمسية، وشكر المسؤول لمؤسسة القلب الكبير والقائمين على المؤسسة، وتحدث عن الامتنان والشكر الجزيل على هذه العطاءات من سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، حيث شمل المساعدات مسجد قنبر. نشكر هند ديبي إتنو البارك يعني المساكين التابانين قاعد وبساعدهم اللي يزيد درجة نو واللي يطول أمره. أما المركز الصحي بأنبسطنا كغيرها من المراكز الصحية، استفاد بمعدات الطاقة الشمسية لاستعماله في الحالات الطارئة والولادة، وقدم الشكر أحد سكان المنطقة باسم سكان المنطقة لمؤسسة القلب الكبير. أما أحد سكان أنبسطنا تحدث عن شعوره بالمساعدات التي تحصل عليها VTR. سكننا مرة الجبال كل سكننا كثير شنات ملانتك سدك ريالين كل ما خير اللي بيجيب آخر بس هذا كل جيب الناس هذا كهجر واللي يقبل ليها واللي يطول عمره واللي يخننا. أما المركز الصحي بأنجمين بلالة فقد استفاد من الطاقة الشمسية. مسؤولة المركز الصحي عبرت عن شعورها نحو هذه الطاقة التي يستعمل للإضاءة ليلا في الحالات المستعصية، وشكرت مؤسسة القلب الكبير على هذه اللفتة الكريمة. وفي هذا الشأن فقد تحدث سلطان فتري قائلا: داير نأكد شعورها أنا فرحة وأنا سرور لمرة الأولى رئيس الفونداسيون جران كير والأداء هنا الفونداسيون جران كير بأسم هنا سكان هنا بطحة بصفة عامة وهنا فتري بصفة خاصة. وفي ختام الجولة أن مثل هذه النشاطات تساهم في تخفيف المعاناة لدى سكان المناطق والقرى والبلدات.